بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أحمد عبد الله يقول: ما أفضل الأيام في الصيام؟ وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الصيام التطوع ليس له حد محدود، أعلاه أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. ولكن قالوا يستحب صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. صيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام عشر ذي الحجة، وشهر الله المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أما صيام شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان ولا يستكمله، كان يصوم غالب شهر شعبان ولا يستكمله، ما صام شهرا تاما إلا رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنا في الحج العام الماضي وقد سألنا عن طواف الإفاضة والقدوم والوداع في آخر يوم من الحج، فقالوا بأن هذا جائز. طواف القدوم عند القدوم على اسمه، ما يؤخر ما يؤخر، وهو السنة. وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج. فإذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر إنه يكفي عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم. يقول السائل: ما حكم قص الشعر بعد أداء العمرة لمن أراد الأضحية لغير الحاج؟ نعم، من أخذ عمرة في عشر ذي الحجة، إن من مناسك العمرة التقصير، مناسك العمرة التقصير، فيقصر، يعني هذا نسك، ولا يمنعه أنه يذبح، سيذبح أضحية، هذا نسك من مناسك العمرة لا بد أن يفعله. نعم. يقول الشيخ: من حج متمتعا ثم بعد العمرة تحلل بعد التقصير من رأسه، لأنني أريد أن أبقى على ملابس الإحرام، وذلك لقرب ذهابنا لعرفة للوقوف بها، فهل فعلي صحيح؟ نعم، إذا تحللت من الإحرام بالعمرة وأبقيت عليك ملابس الإحرام ثم نويت الحج وأحرمت بالحج فلا بأس بذلك، ولكن كونك تخلع ملابس الإحرام وتحلل ثم بعد ذلك تباشر أهلك، لا، كل هذا لا بأس به، بعد ذلك تحرم بالحج. نعم. يقول: أي سورة تقرأ على القبور أو على القبر، الفاتحة أم الإخلاص؟ لا قراءة على القبور، لا الفاتحة ولا الإخلاص ولا شيء من القرآن، لأن هذا بدعة، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم القراءة عند القبور. نعم. يقول: صليت أنا وزميلي في الحرم المغرب وأردنا السفر فجمعنا العشاء إليه أربع ركعات، هل عملنا صحيح؟ إذا كنتم مسافرين لستم من أهل مكة ولا مقيمين فيها فلا بأس بذلك، لأنكم مسافرون. أما إذا كنتم من أهل مكة أو كنتم مقيمين بها فإنه لا تجمعون العشاء مع المغرب، لأنكم لم تشرعوا في السفر، لازلتم في محل إقامتكم، تصلون المغرب فقط، وإذا حان وقت العشاء تصلون العشاء في وقتها. نعم. يقول السائل: عندنا في التعزية للميت القريب ثلاثة أحوال، وهي أولا
المدة 3 أيام، وثانيا التعزية في المقبرة، ثم الذهاب للتعزية في البيت، والأخرى يقف أهل الميت يصطفون في المقبرة بعدد كبير ثم يعزيهم الناس. التعزية ميسرة إذا لقيت المصاب في المقبرة أو في المسجد أو في الشارع، قل أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، ولا تحديد بأيام ولا باجتماع ولا بعمل أطعمة ولا غير ذلك. نعم. ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الزواج بنية الطلاق هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، والأولى تركه. تزوج بنية الإدامة، فإن صلحت له استمرت معه، وإن لم تصلح له طلقها، ولا حاجة إلى نية ذلك عند عقد النكاح. نعم. يقول السائل الشيخ، بالنسبة لتسمية المولود أو البنت المولودة وتسمية على الأب أو الأم، يقولون بأن ذلك من البر لهما. لا بأس بذلك، يجعل اسم الأب على المولود أو اسم الأم على البنت، لا مانع من ذلك، لا ينتفع المسمى عليه، لا ينتفع بذلك، لكنه إبقاء للاسم، اسم الأسرة، إبقاء لاسم الأسرة فقط، أما المسمى عليه فإنه لا يستفيد من ذلك. نعم. ما المقصود يقول بالخلوة المحرمة؟ الخلوة المحرمة أن يخلو بامرأة لا تحل له، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان كما في الحديث. لا تجوز الخلوة بالمرأة التي ليست من محارمه، ليست زوجة له، لا يجوز. نعم. هذا السائل يقول، هناك عادة عند بعض العوائل وخصوصا الذين يسكنون في مكة، يكتبون عقد الزواج في المسجد الحرام تبركا بالمسجد الحرام. إذا عقد النكاح في المسجد الحرام أو سائر المساجد فلا بأس بذلك، أما اعتقاد أن في هذا بركة هذا لا أصل له. نعم. ما حكم من يفسد الزوجة على زوجها؟ هذا ملعون، الحديث الصحيح ملعون من خبب امرأة على زوجها، لا يجوز هذا، حرام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل صحيح أن من يسجد سجود السهو في الزيادة أو النقص يكون قبل السلام؟ يجوز سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، لكن الأفضل إن كان عن زيادة يكون بعد السلام، لأنه ترغيم للشيطان، وإن كان عن نقص فالأفضل أن يكون قبل السلام، لأنه جبران للصلاة. نعم. إذا طلبت المرأة من زوجها مبلغا معينا كل شهر وأبى، هل تأخذ من ماله في حال غفلته من ثيابه أو من صندوقه؟ لا تأخذ إلا لحاجتها، إذا كان عليها نقص فيما تحتاجه من النفقة والكسوة والمؤونة وظفرت له بمال، فإنها تأخذ قدر حاجتها، إذا لم يكن يبذل لها شيء يبذل لها ذلك، لأن هذا من حقها. ولو قد قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها، لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال صلى الله عليه وسلم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، يا فضيلة الشيخ، أنا أبيع وأشتري، ولكنني في بعض الأحيان تكون السلعة غالية عندي فأقوم بزيادة ثمنها، فهل للربح حد معين؟ الربح ليس له حد معين، يتبع السوق ويتبع غلاء السعر ورخص السعر، ليس له حد محدود. لا يجوز أن ترفع السعر وتغرر بالمشتري، لأن هذا يعتبر من النجش، أن تزيد في السلعة على، تقول أني اشتريتها بكذا وأنت لم تشتريها بهذا المبلغ، أجل أن ترفع السعر على، هذا من النجس الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تبيع كما يبيع الناس في السوق. نعم. هذا السائل أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة يبدأها ويقول، هل الإنسان فضيلة الشيخ مخير أم مسير؟ مخير ومسير، من جهة ما يجري عليه من الأحكام القدرية هو مسير، ومن جهة ما يجري عليه من الأعمال الاختيارية التي يفعلها هو فهو مخير، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. نعم. فضيلة الشيخ يقول، ما الفرق بين الوسواس والشك؟ وإذا ابتلي الإنسان بواحدة منهن، ما العلاج في الشريعة في نظرك؟ الشك نتيجة للوسواس في الغالب، وهو نوع من الوسواس، على الإنسان إذا كان الشك كثيرا عنده ألا يلتفت إليه، أما إذا طرأ بعض الأحيان
إذا طرأ الشك عليه بعض الأحيان فإنه يحتاط لدينه وعبادته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل أيضا له سؤال واحد عن التوحيد. تحقيق التوحيد كيف يكون وما الأسباب المعينة عليه؟ تحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد، وهذا أعلى الدرجات. من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا لا يصل إليه إلا الخواص من المقربين. نعم. هذا سائل يقول إذا أنجبت المرأة وعند الإنجاب أيضا توفي زوجها في الحال، ماذا عليها من العدة؟ إن كانت ولدت قبل أن يموت عليها 4 أشهر و10 أيام، أما إن كانت ما ولدت إلا بعد موته، إذا ولدت بعد موته فإنها تخرج من العدة بالولادة ولو بلحظة. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بالنسبة لصيامي للست من شوال وكان علي قضاء، فصمت الستة أيام من شوال قبل القضاء. الأحسن إذا كان في الشهر متسع أن تصوم القضاء أولا ثم تصوم بعده الست، قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أتبعه 6 من شوال، والذي عليه قضاء ما صام رمضان. أما إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا قدر الست فتصوم الست لئلا تفوت، والقضاء وقته موسع والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ هذا يقول ما خطر الإشاعات والإشاعة سواء على الفرد أو المجتمع، وهناك من ينقل الكلام على علته؟ الله سبحانه وتعالى حذر من هذا، حذر من إشاعة الأمور وتخويف الناس والإرجاف. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فالتثبت مطلوب. نعم. هل الدعاء يؤثر أو يرد القدر يا شيخ؟ الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، ولا تعارض بينهما، إذا دعوت فقد قدر الله أنك تدعو. نعم. أحسن الله إليكم، مريض أفطر في رمضان وبعد 4 أيام من دخول الشهر مات، هل يقضي عنه أولاده هذه 4 أيام؟ لا، لأنه ما أدرك الشهر حتى يقضوه عنه، ما أدرك الشهر، مات قبل أن يصوم الشهر، إنما أدرك بعضه ومات في أثنائه، لا يقضون عنه ذلك. نعم. هذا يقول شيخ بالنسبة للرجال هل يجوز ربط الشعر إذا كان كثيفا للرجل في الصلاة، وكذلك ماذا عن النساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 ثياب ولا أكف ثوبا ولا شعرا، يترك الشعر يسجد معه والثوب يسجد معه ولا يكف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الصوم يوم جمعة، فهل يجوز له الصيام أم لا؟ يصوم، نعم يصوم، لأنه ما قصد صوم الجمعة وإنما دخل تبعا لصيامه. نعم. يقول السائل الشيخ بالنسبة لصلاة المرأة في الفندق الذي في منطقة المسجد الحرام أي داخل الحل أفضل من الصلاة مع الإمام في المسجد الحرام؟ هي في المسجد الحرام، ما كان داخل الأميال فهو المسجد الحرام، فهي في المسجد الحرام والحمد لله. فإذا صلت في منزلها داخل الحرام فإنها في المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أرجو أن تبينوا العلة في النهي من تخصيص الجمعة بصيام، وهل يعم صيام القضاء؟ صيام الجمعة ما منهي عنه، لأن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، هو تهيأ لصلاة الجمعة ويتقوى للذهاب إليها، فهو بحاجة إلى القوة وإلى هذا، والله أعلم. هو الحكمة النهي عن صوم يوم الجمعة أو إفراد يوم الجمعة بصوم، والقضاء موسع اجعله في غير يوم الجمعة. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنني أواجه بعض المعاندة من أسرتي، فأنا محافظة على فروضي وعبادتي، ولكنني أجابه بعض المعاندة من أخواتي، هل في صبري
أجر لي؟ نعم بلا شك، ومريهم أيضا بالمحافظة على دينهم. يكفي أن حافظين على دين ستتركين أهل بيتك ومن حولك، بل مريهم بذلك وأكدي عليهم ذلك، لأن هذا من إنكار المنكر ومن الأمر بالمعروف، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للمرأة تقول فقرتها الأخيرة في هذا اللقاء: إذا كانت المرأة تقضي جل وقتها في المطبخ وخصوصا في أيام رمضان لإعداد الإفطار والطعام وكذلك في الأيام العادية، ولكنها تنصرف عن بعض العبادات كالتسبيح والذكر وقراءة القرآن، كيف تعالج ذلك؟ الحمد لله هي في عبادة، لأن ما دامت تعد الطعام والإفطار للصائمين هي في عبادة وهي مأجورة على ذلك، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنها لا يمنع الذكر، فإن كانت تحفظ القرآن فإنها تقرأ عن ظهر قلب، كذلك التسبيح والتهليل والتكبير ما يمنعها اشتغال في المطبخ من ذكر الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ على ما بين لنا ولكم، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء في مكتبة الشيخ بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.